الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة الكوميندوز خلال الاشتباك صباح الجمعة في قرية دير بزيع بالضفة الغربية. وذكرت مصادر أمنية أن الجندي الإسرائيلي قتل بعد إصابته خلال الاشتباك مع الشهيد مجاهد كراجة غرب رام الله، كما تم الإعلان عن إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة وإصابة 5 جنود آخرين بجروح طفيفة ومتوسطة خلال العملية.